غادي تشوفوني في رمضان ان شاء الله في سلسله درامية، سلسله دراميه في قلب كامل الاول حتى الاخر. انا رفضت انني نشارك في شي حاجه تضحك، حيت مني بدينا وانا كنديروا بنادم كيشوفك بواحد الطابع واحد. انا ما بغيتش بنادم يشوفني في ستيل واحد، بغينا نوريهم ان الكوميدي يقدر يمثل دراما، يقدر زعما يقدر يمثل اي حاجه، ماشي ضروري انت كدير الضحك غنبقى ندير الضحك حتى نموت. لا تقدر شي مره نقدر نقدم النشره الجويه، ما عنديش مشكل. بالنسبه ل 2017 دازوا فيها حوايج زعما زوينين بزاف، الحاجه الوحيده اللي دازت فيها خايبه بزاف وهي اللي ضراتني زعما وخلت النهايه ديال 2017 شويه جات قاصحه، هي المرض ديال الوالد ديالي. امو مسكين صاب بواحد المرض مزمن، هذه هي الحاجه الوحيده اللي خلات 2017 ما زعما ما تدخلش بواحد الفرحه. مي الحمد لله على كل حال، كنتمنى ليه الشفاء من هذا المنبر، وكنبغي نطلب المغاربه انهم كاملين يدعوا معاه باش ربي يوقف على رجليه ونشوفوا ان شاء الله في 2018. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.